إيران ثورة الغضب أو ثورة الجياع لا زالت مستمرة وغاضبة من هذا النظام الذي حرمهم من حقوقهم رغم الاعتقالات. الشعارات لم تتغير: الموت للدكتاتور خامنئي، الموت لروحاني، الموت للجمهورية. شعارات هتفت بها حناجر الغاضبين من هذا النظام الظالم الذي سلب حقوقهم وسرق أموالهم وجعلهم يعيشون حياة صعبة. دعوات مستمرة من قبل الإيرانيين: اخرجوا ولا تخافوا، نطالب بحقوقنا، تلك هي شعاراتهم. مظاهرات سلمية، أسلحتهم فقط، مطالبهم. خامنئي يأمر عناصر الحرس الثوري والباسيج والشرطة بالنزول للشوارع وقمع المظاهرات، حتى أنهم أطلقوا على تلك التظاهرات السلمية بأنها فتنة يراد منها إضعاف الثورة وإسقاطها، وذلك ما جاء على لسان رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري حسب ما نقلته وكالة مهر. النظام يحاول تغيير مسار تلك المظاهرات، فدعا أنصاره للخروج في ثورة مضادة ما أسماها ضد الفتنة، ولكن الإيرانيون رفضوا تلك الدعوات واستمروا في مطالبهم ووصلوا الخروج إلى الشوارع. المدن والمحافظات الإيرانية حتى الشعوب غير الفارسية كالأحواز والبلوش والأكراد جميعهم انتفضوا بوجه هذا النظام بشعارات واحدة: الموت للدكتاتور، الموت لروحاني، الموت للجمهورية. رددتها حناجر من يريد الحرية.